شكون وهذا بابي وعلي قد يعطينا سلمى ها بنتي الاولى جات وبنتي الثانيه فين هي ها هي بنتي الثانيه انا نتوما بناتي بجوج ياك ها شنو ما هادو لي زوازو ها لي زوازو لي زوازو هلا زوجي ولك ام سلومه حشي مامي بزاف ولا شويه بزاف قداش بزاف تنتيا تحشي مامي وبابي شحال بزاف وين الحبيبه ديالي الكويده والزبيده والفرماجه ماشي سما انا ملك لا شكون اللي سما شكون ملك لا انا ملك وانا هذا شكون هذا الحاج اللي كان صغير ويلي هذا بابي اللي كان صغير وهذا بابا سي طون بابا هذا وهذا شكون الاخر عمو ياسين فين هو عمو ياسين عميتو وهذيك شكون هذيك مامي انا يا دي مالي انا هذيك اللي تما كاع شكون وهذي شكون هذيك سلومة اللوصة صافي فليزو تصاور هيا ملك ملك صغيرة هنايا هذي ملك ملك كانت صغيرة هادي رانيا وهادي سلومه كاس حدا فريخ ملي كان غيب وحديته اربعه هذا احمد كياكل يوم ما دوزتو الجري ها يوم ما دوزتو الجري والله العظيم ما تغدينا حتى الربعه تغدينا يا ايوا انا خرجتك شويه تفوجي ايوا الحمد لله خرجنا فوجنا شويه وكنا اليوم اصلا ما كانوا البنات عندنا وداك الشيء فرحنا معاهم دوزوا معنا واحد الاشياء كانت زوينه اللهم لك الحمد لله ودابا حنا اليوم خرجنا باش نبدلوا شويه الجو اليوم خرجنا باش نبدلوا الجو ايوا الامور رجعت لمجاريها الحمد لله وكانت من الناس هما فرحوا لنا راه اللي شاف اللي غيشوفوا الفيديو هما راه غيفرحوا معنا وكما قلت قلت بان الدار شحال هادي ما نقزوا فيها الدراري وما لعبوا فيها الدراري والدار كينشطوها الوليدات كينشطوها بصح الولاد راه كيكون واحد النشاط واش غنقول هادي هي الحياه راه كتولد وليدات وكيولدوا لك حفيدات
والدار كتبقى دائما وتستمر الحياه وتستمر الحياه كما قالت هذا الشيء اللي كاين وكنتمنى يعجبكم الفيديو وتفرحوا كما فرحنا حنا هذا الشيء اللي كاين نقولها وشكرا للناس اللي كانوا متبعينا واللي باقي متبعينا وتهلاو ليا فراسكم ونتمنىكم حتى نتوما تفرحوا معنا تكونوا بخير وشكرا لكم جميعا تهلاو فراسكم باي باي.